يلا انزلوا. هي وردي سكنت هنا؟ شفت بقى؟ شفت اهو، جن عشان نوصل لوردة بتاعتك دي ونجيب حقك انا هيحصل لي ايه؟ هبيع العربية اللي حيلتي. ايوه يعني هي فين وردي؟ اهدى، نبيع ام العربية دي الاول عشان الراجل اللي هوصلنا لخالة وردة عاوز مننا فلوس كتير. ايوه، ولما نوصل لخالة وردة لازم أن تكون معانا عشان انت الوحيد اللي عارفها. يعني انتوا هتودوني الوردي ولا مش هتودوني؟ اهدى بقى، اهدى بقى، هنوديك الوردة، اهدى علينا. انت بقى وسيب البتاعة ديت يا اخي. ده بتاع الحق يا حور، دي بتاعت ابوك، دي بتاعت ابوك، انا هقول له عشان يشلوحك. يلا يلا بينا، يلا بينا. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك يا معلم؟ ازيك يا ريس؟ شوية كده العروسة اهي، بص الجمال بقى. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا ريس. يعني دول كام دول يا معلم؟ خمس بكاوي. خمس بكاوي؟ معلش يعني ما تاخذنيش، اصل العربيه يعني اعلى فئه وفابريكه بره وجوه، يعني الفلوس دي ما تجيش حق الفلوس بتاعها حتى. مش كده وبس يا حراق، دي فيها مميزات كتير، دي فيها بلوتوث وفيها امرئات ضم وفتحه سقف واستعمال طبيب مسالك بوليه. صلح ليش يشفع فيك يوم الدين. عليه الصلاه والسلام. انا مش واخدها من فابريكه. ماشي. بص ايدك وش وضهر وادعولي بس ربنا يصرفها. الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب بص عليها بصه كده حلوه، يعني يمكن يبقى فيها كلام تاني. بص 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 ايه ده؟ معلش عندي سؤال. امرني. ايه الفلوبوس ده وبيتاخد فين؟ بعدين بقول لك انا بعدين. انا بغير من الحته دي. طب يلا 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 يلا. راجل بيسرقني ويقول لك صلى على النبي، ناس ما بقاش عندها ضمير. لا طب انت ساكت له ليه؟ ما تنقحه بالبلغه على قفا اللي جاب. مش هينفع شكله صعب. يا نهار اسود.